بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل محاضرتنا. عندنا example 8.3 يقول ما يأتي: 3/4 الانج، 16 سن نوع UNF، في 2.5 اللي هو طول السن. هاي الوحدات المرية. 3/4 القطر، 16 سن بالانج الواحد، نوع فاين، طول البولت 2.5. SAE شنو الجريد مالته؟ 5. زين، جريد 5، مو عدد أسنان، مو عدد بولتات، وإنما جريد 5. هذا البولت. Subjected to load P 6 كيلو باوند in a tension joint. The initial bolt هاي البري، هذا الاكسترنال لود. البري لود الانيشال اف انيشال 25 KIP. The bolt on joint stiffness الطاني الكي بي، ما قال لي حس بيها، قال الطاني اياها، والكي ام الطاني اياها على التوالي. احسب البريلود عن سيرفيس لود ستريس ان بولت. شوف لي الاجهاد وشوف لي البريلود على البولت، يعني كل الحمل على البولت. كومبير ذيس تو ذا اس اي اي مينيمم بروف سترينث. بعدين قارني هذا البولت الحمل مالته ويا البروف سترينث مالته. قال سبيسيفاي ذا تورك نيسيسري تو ديفلوب ذا بريلود. حسبي هذا البريلود الفاينل اخذ البولت، حسبي له التورك بالمعادله 8.27. بعدين قال قارنيها هذه الـ develop reload using هذه with the friction يكون مع البولت معامل الاحتكاك ويا معامل الاحتكاك الكولر 15%. اجي انتبه، اجي اقول انا عندي المعادلة اللي انا اريد اشتغل بيها هي المعادلة الاتية، انه الـ F bolt يساوي للـ C P زائد F initial. بس ندور عليه المعادلة ونشوف احنا وين ده نشتغل. هذه هي المعادلة مالت البولت، انه الاجهاد على البولت، اجهاد على البولت اي هو عبارة عن C في ال P على A تنسايل، F initial على A تنسايل. تتشوفوها هذه، هاي المعادلة A. فاجي اقول لازم احتاج ال C، ال P معطاد، F initial معطاد، احتاج ال A تنسايل. فقال ال C هو عبارة عن ال KB على ال KB زائد KM، اثنين هم ذولا اعطيت في السؤال حسب ال F initial معطاد، ال pressure P load الخارجي معطى، احتاج ال A tensile. ال A tensile من اجيبها؟ اجيبها من الجدول اللي يكون عندي ب table 8.2 tensile او 4.2.5.2. ال A tensile للبرغي اللي نوعيته جريد 5، هذا للبرغي اللي قطره 3/4 اللي شرحناه بالبداية، قطرة 3/4 الانج ونوعه UNF، نوعه UNF وقطرة 3/4 اكو اي تي واكو اي روت. انا احتاج فقط الاي تي، احتاج الاي تي. فجبت الاي تي من الجدول، ايش قد قيمتها؟ هذه قيمتها. جيت طبقت المعادلة بالكامل، طلعت عندي السيجما البولت تساوي لي 72.17 كيلو باوند على سكوير انج. البروف سترينث من الجدول اللي هو 8.9 ونوع الـ SAE وجريد 5 وللقطر اللي هو نص انج، انتبه قطر نص انج. خلي نشوفه هنا، أنا من الجداول السابقة، الجداول اللي قبلها بالمحاضرة اللي قبلها كان عندي البروف سترينج 85 كيلو باوند سكوير انج. فأجي أشوف نسبة الفارق بيناتهم، هذا 85 هذا 72. إذا أني أطمئن، اشتغلت جوا من؟ اشتغلت جوا البروف سترينج، هذا ستريس أبدا ما يخوفني. فقال نسبة الفارق بيناتهم 21 إلى 15%. ما المعادلة اللي قلنا بيها مهمة جدا، اللي هي انه شلون اطلع التورك. التورك هو يساوي لي المعامل التورك في F في الدي،
وين هذا المعامل الترك؟ هسه راح نشوفه انه هذا هاي معامل الترك الكي في الاف انيشال في الدي. الاف انيشال عندي، الدي عندي، الكي من اجيبه؟ اجي اقول هو اعطاني اياه بهذا الشكل، اعطاني اياه بهاي المعادله، بس انا ما راح استخدم هاي المعادله. ليش؟ لان قال المعامل الاحتكاك اللي عندي هو عباره عن معامل احتكاك الكرة ومعامل احتكاك النت 15%. اذا كان 15% فالكي مباشرة انا اخليها 2 بالعشرة، قلت لك تحفظها، قلت لكم تحفظها، فعوضها يطلع 3750 باوند فورس في الانج. قال قارنيها هاي المعادلة، قارني هاي المعادلة بهاي المعادلة. اذا انا لازم اجي وين اشتغل؟ اشتغل هنا تان اللمدا، أنا نعطيني إياه تان اللمدا هو ليد على الباي في اليمين، الليد على الباي في اليمين. أنا الليد عندي سن واحد، عندي شنو هو؟ سن واحد، لكن أنا ما حكيت شيء، فأقول مايتي هذه الليد هي واحد على عدد الأسنان، واحد على عدد الأسنان. عدد الأسنان إيش قد؟ هو الطانية نص إنش 16 يو إن إف، اعطاني عدد الأسنان بالإنج الواحد، فأقسم واحد على N. الباي في الديمين عندي، الديمين عندي يعني انطانية الليد على الديمين هذه هي واحد على 16، الليد سن واحد من كل عدد الأسنان الموجودة بالإنج الواحد، طلعت عندي لمدة. هذا القانون أدير بالي عليه وأحفظه. الدي روت من اجيبها؟ انا عندي التنسل، اي تنسل روت عندي، الاي روت من الجدول اللي طلعت منه الاي تنسل عندي الاي روت، والاي روت هي تساوي لي باي دي روت سكوير على 4، فاطلع الدي روت من هاي المعادله البسيطه. الدي مين شي يساوي لي؟ يساوي لي القطر الخارجي زائد القطر الداخلي، وكله على 2، القطر الخارجي زائد الداخلي على 2، هاي من هو القطر. فأجي أقول ما يأتي للمتوسط هو الدي مين من أجيبه هو الدي أوت زائد الدي روت على 2، حتى أطلع من هو الدي مين اللي أحتاجه بسؤال ما يعطيني إياه. فأطبق المعادلة بالكامل، ألفا هي طلعتها هاي اللمدة، أطلع الألفا اللي هي 30 درجة، دائما زاوية القطع 30 درجة، اللمدة عرفتها مشون أطلعها، والأف كولر عندي والدي مين استوني حسبته، فأطلع الكي. بعدين هاي المعادلة مات الكي كلها أضربها بالأف إنيشال في الدي موجودة عندي. إيش قد الفارق بيناتهم؟ خلينا نشوفه. هنا 3750 وهنا 3551، يعني أقل من 5.3% مقبولة، ماكو أي فرق. قال خلي أجي أشوف tension static، الحالة هي static، و tension joint with the preload. إحنا قلنا هذا CP زائد F initial هو كل الحمل اللي ياخذ البولت، إذا قسمت على الأي تنساير يطلع لي الستريس على البولت، ودائما هذا الستريس على البولت لازم أقل من السينما بروف اللي معطاد في الأسئلة. بالنسبة إلي قال أني لازم أنطي أيضا معامل معامل أمان، حتى من اجي اضب بالبي النهائيه، انا ضبيت بي ابتدائيه بس اصل بالجكنت حمل اخر يضبه بعد ما ينفك، فلازم انطي هنا معامل امان خوفا انه اكون اني اعبر اللي مطلوب من عندي بالجكنت ويفشل عندي البولت، فضاف معامل امان سماه سمول ان، وبدال ما يقول سيجما البولت قال سيجما ابروف، حتى أنا البروف سترينكث راح يساوي لي معامل الأمان اللي ضفته على الضب النهائي. لازم هاي المعادلة من أخلي لها N معامل أمان لازم أساويها بمن؟ بالسيجما بروف بدل من السيجما بولت. أصبحت معامل الأمان اللي أنا أشتغل به بالسيجما بروف يجب أن يكون أكثر من واحد، تكون هي هاي المعادلة الأساسية اللي هي معادلة 8-28، هي هاي المعادلة اللي تفيدني انه اني الفاكتور من لود فاكتور اللي ضبطيته معامل امان حتى اساويه بالبروف سترينج. قال اني اذا يفشل عند المنظومة يعني الممبر ينفصل،
يعني F member بعد ما عدي. تذكرون معادلة مات F member؟ هذه هي معادلة F member. مش وقت ينفصل لما يكون F member يساوي لي صفرا، يعني هنا ما أخلي F member، أخلي صفر، فتطلع لي المعادلة الآتية: الفاكتور of safety against joint separation إنه راح يكون ال NO هو ال PO على ال P. ال P مال الضب، ال PO اللي هي لما يكون ال F member شي يساوي لي صفرا. F initial عندي، C عندي، أطلع ال PO أعوض هنا، يطلع لي العامل الأمان اللي يعطيني اياه لمن الممبر يساوي صفر، يعني ما عندي ربط separation صار. فإذا ال PO تساوي لي NOP، راح أجي أقول NO تساوي لي F initial اللي هي هذه من هاي المعادلة، F initial على P واحد سالب C، P واحد سالب C، مجرد أن عوضت هنا بهذا القانون. إذا 28 هذا الفاكتور of safety لما يكون عندي الممبر مفصول. هنا هاي المعادلة انتبهوا هنا ماما، هاي المعادلة لما يكون عندي آني الممبر لا مربوط وأشتغل بالبروف ستريك، إذا صار عندي اثنين فاكتور of safety. هذا هو اللي نحكي عنه، إن قلنا إنه إحنا نربط بالسيجما أو بروف أقل من السيجما يلد. قال ال F initial اللي أنا أضب بيها واحدة من اثنين، لو عندي ربط أنا أفكها ورا فترة، لو عندي ربط دائمي نهائيا ما أفتحه. non permanent إنه أنا أفتحه، permanent لا أبقي. فال F proof، ال F proof يساوي لي أنا أدري بيها هي sigma proof في ال A tensile، sigma proof في ال A tensile. ال sigma proof شن هي؟ هي 85% من sigma yield. أريد أنبه عليها، هاي ال 85% من sigma yield إذا ما كان عندي جداول ما أعرف ال proof strength، فأقدر أقول ال sigma proof هي 85% من sigma yield. وأنوه إلها أنه كتاب شكلي الأسئلة مالته كل هالأجوبة مالتها موجودة في نهاية الكتاب، والكتاب رفعت لكم إياه، أنه يشتغل الأجوبة مالته يستخدم السيجما بروف مو من الجداول، يستخدمها من هاي المعادلة اللي هي 0.58 من السيجما يلد. تنتبهون عليها كل الزين، السيجما بروف يساوي الأف بروف على أي تنسايل. الأف إنيشال اللي أضيفها إذا كان ربط بيرمننت هي 90% من الأف بروف، إذا نان بيرمننت هي 75% من الأف بروف. انتبه عليها. المثال اللي أريد أحله هو هذا الآتي، هنا بالبراغي لازم ينطيني الرسمة وياه.